تحفة معمارية مغاربية أصيلة وصرح ديني جميل يرتقب استلامه قريبا. إنه المسجد والقطب لولاية غليزان الذي يتربع على مساحة تفوق الهكتارين. يتسع إلى أكثر من 5000 مصلي، والأشغال في طول الإنجاز بنسبة 90%. للعلم بأن المشروع عرف بعض التعديلات، إضافة مسكن وظيفي وكذا 4 استوديو، تبليط كل مساحة المسجد بالرخام، رفع من دورة المياه من 21 دورة إلى 102 دورة. كما يضم المشروع قاعة صلاة للنساء ومكتبة كبيرة بالإضافة إلى حظيرة للسيارات، فيما يضفي مدخله الرئيسي أكثر جمالية عليه. هو لبنة تضاف إلى ما تزخر به ولاية غليزان من منشآت دينية وتعليمية وثقافية، وهذا المشروع يحظى بعناية من السلطات العليا في الدولة من خلال الغلاف المالي المرصود له. وتبقى الأشغال متواصلة بغية استلام المشروع مع نهاية السنة الحالية.